أنا أعتقد أستاذ أحمد أكو سيناريو أخطر من هذا، يعني لو أنه أحرجت إسرائيل، وهذا يعني سيناريو ما نقدر نستبعده كعسكريين بناء على مسألة الخيار والتأثير والاستطاعة والتمكين والقرار، 5 عناصر أساسية ممكن يعني لا نستبعدها أبدا. عندما تحرج إسرائيل فتعرف عندها يعني خيار شمشون أو سموه خيار يوم القيامة، كما يعني بوتين يهدد يوميا باستخدام النووي في حالة تجاوز الناتو، فلا نستبعد أنه أكبر دولة في المنطقة تمتلك رؤوس نووية هي إسرائيل، فلا نستبعد أن يكون هناك استخدام نووي تكتيكي في حالة الإحراج العسكري وفي حالة الضغط، أو تكون المعركة مصيرية لحسابات. فأنا لا أستبعده كسيناريو، ممكن نستبعده، وهذا سيناريو حقيقي خطير جدا يعني، ولذلك تجد إيران حذرة جدا في هذا الموضوع، تهدد وتحاول أن يعني تثني إسرائيل عن هذا القرار، لأنه الاشتباك ربما نتائجه كارثية حتى على إيران وعلى المنطقة وعلى أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام.